السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معاكم دشان حسن دشان، وجمعنا في حلقه جديده من حلقاتنا اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهارده هي الحلقه رقم 116، بدايه من فارما تيوب، اول حلقه لينا في شابتر جديد، وده الشابتر رقم 15، بدايه من فارما تيوب. هنتكلم في الشابتر ده، شابتر بعنوان ليفر وكدني، هنتكلم فيه عن الليفر ديزيزز والكدني ديزيزز، وهنبدا ان شاء الله بمواضيع ليفر ديزيزز. حلقتنا النهارده اول حلقه لينا في الليفر ديزيزز، والليفر ديزيزز 3 حلقات، والكدني ديزيزز 3 حلقات. الشابتر يا جماعه يعني محتوى الليفر ديزيزز، طبعا بنتكلم على امراض الليفر، ده مواضيع كبيره جدا جدا، وامراض الكدني دي مواضيع كبيره جدا وتخصصات كبيره، ولكن على قد ما نقدر هنجمع لكم داتا كويسه جدا جدا. هنتكلم عن اشهر حاجتين فيهم، في الليفر اكيوت ليفر فيلر والليفر سيروزس، والكدني هنتكلم عن الاكيوت رينال فيلر والكرونيك كدني ديزيز، ودول يعني اشهر حاجتين هنتكلم عنهم ان شاء الله، وهنبقى زي صيادله غير مختصين او اطباء غير مختصين، عندنا معلومات كويسه جدا عن الموضوعين دول. والشابتر ده من الشباتر الكويسه على فكره، الكلينيكال اللي هتفيدكم وهتديكم معلومات كويسه. ولكن علشان قبل ما نبدا في كل حاجه، يعني قبل ما نبدا في الاكيوت ليفر فيلر، لازم نعرف انترودكشن، نعرف ايه الليفر ده، وظايفه وحاجات، لازم نعرف انترودكشن، ودي حلقه مهمه جدا، ودي حلقتنا النهارده. وقبل ما نتكلم عن الكدني ايضا، هنتكلم عن حلقه انترودكشن. فاحنا عندنا 3 حلقات في الليفر، 3 حلقات في الكدني. اول حلقه لينا النهارده انترودكشن، بعد كده هنتكلم عن الاكيوت ليفر فيلر، بعد كده الليفر سيروزس، يبقى 3 حلقات. كدني هتكلم عن الانترودكشن كده، اكيوت رينال فير والكرونيك كيدني ديزيز اللي هو السي كي دي، ال3 حلقات دول هنتكلم عليهم ان شاء الله بعد الليفر. يبقى انا عند كده عندنا في الشابتر ده ان شاء الله 6 حلقات. تعالوا بينا نبدا حلقتنا النهارده، نتكلم فيها بعنوان ليفر ديزيز انتروداكشن. طيب تعالوا بينا نتكلم عن الليفر. ايه الليفر ده؟ الليفر ده من الاعضاء الكبيره في الجسم. الليفر ده فيري فاسكولار اورجان، بيبقى فيه هاي بلاد فلو، بيبقى سوفت، وبيبقى لونه بينكش براون، وبيبقى شكله مثلث تراينجولار كده، شكل مثلث. وزنه حوالي 1.5 كيلو. موقعه فين؟ وحط تحت خط عند تحت موقعه دي، في الرايت ابر كوادرانت. يعني ايه رابط رايت ابر كوادرانت؟ رايت يعني يمين، ابر علوي، كوادرانت الربع، يبقى الربع العلوي اليمين من الجسم كده، ومن منطقه الابدومن، الربع العلوي اليمين اهو في منطقه الابدومن، هو ده الليفر. لذلك لما واحد يحصل له توكسيستي من الباراستامول، والباراستامول ده اشهر حاجه تعمل اكيوت ليفر فيلر، بيبدا ان هو يحس بالم فين؟ الم في الرايت ابر كوادرانت، بين، بنقول عليه الالم في الربع العلوي من البطن. ده بيبقى من اول من العلامات الظاهره قوي في التوكسيست بتاع الباراستامول. لما يجي واحد عنده مشكله في الجول بلادر، او عنده حصوات في المراره، يبدا يحس بالام. يحس بالام فين؟ في الرايت ابر كوادرانت، لان الجول بلادر بيبقى موقعها هنا في المنطقه دي، برضه تحت الليفر في المنطقه دي. يبقى الرايت ابر كوادرانت ده مصطلح مهم جدا ليه كموقع للليفر. الليفر يا جماعه بيحتوي على جزئين او فصين كبار، هو فيه فصوص كتير ولكن الفصين الكبار بتوعه هو الرايت والليفت. تمام. الليفر من ضمن وظائفه ان هو بيعمل ديتوكسيفاي والميتابولايتس، عديد من الميتابولايتس، بيصنع بروتين مسؤول عن انتاج مواد كيميائيه بتساعد في الهضم، اللي هي زي البايل اسيدز اللي هي بتتصنع في الليفر وبتتخزن في الجول بلادر. ايه بقى الجول بلادر؟ اللي هي الجول بلادر اللي هي المراره. الجول بلادر ده موقعها تحت الليفر وجنب الكلى، البنكرياس والانتستين. ده ليها وظيفه مهمه جدا في امتصاص الدهون وامتصاص الفات سولوبل فيتامينز، فدي ليها وظائف مهمه. كل ده هنتكلم عليه، ولكن دي كان كده اوفر فيو كده. تعالوا بينا ندخل عن اول حاجه نتكلم فيها، هي الليفر فانكشنز. هينفع اكلمك عن امراض في الليفر وانت مش عارف وظائف الليفر، مش عارف يعني الليفر بيشتغل ازاي وبيعمل ايه؟ لازم الاول، حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا جدا قبل ما حدثنا عن اي مرض من امراض الليفر. يبقى هنتكلم النهارده في او في في ضمن فقرات الحلقه النهارده، حلقه الفقره مجمعه، يعني الحلقه النهارده مجمعه فقرات. فقره ليفر فانكشن، فقره هتكلم فيها عن البايل، هتكلم عن البيليروبين، هتكلم عن الجوندس، يبقى هتكلم على البروتين ميتابوليزم اللي بيحصل، هنتكلم على 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 الليفر فانكشن تيست اللي هي التحليلات اللي بتتعمل عشان نعرف وظائف الكبد. كل دي حاجات كده مجمعينها في الحلقه دي كانترودكشن عشان تساعدنا ان شاء الله بدايه من الحلقه اللي جايه نتكلم فيها على الاكيوت ليفر فانكشن، تبقى انت فاهم الموضوع كويس. خلينا نتكلم دلوقتي في فقره الليفر فانكشن، وظائف الكبد. اول حاجه كاربوهيدريت ميتابوليزم، ليبيد ميتابوليزم، بروتين ميتابوليزم، ديتوكسيفيكيشن، ستورج فانكشن، اكسكريتوري فانكشن. يبقى على الميتابوليزم بيشتغل مع الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. خلينا نمسك الكربوهيدرات، بيصنع ويخزن الجلايكوجين، بيصنع ويخزن الجلايكوجين، والجلايكوجين مهم جدا في تصنيعه وتخزينه، لان انا ببقى محتاج في بعض الاوقات ان انا عايز جلوكوز ومفيش اكل، فبالتالي بيجي لي من المصنع اللي موجود في الليفر جلايكوجين اللي متصنع في الليفر ومتخزن في الليفر. الجلايكوجين ده بيبدا ان هو يتكسر ويطلع لي الجلوكوز اللي انا محتاجه
فدي حاجه من ضمن الوظائف. الحاجه الثانيه مسؤوله عن عمليه الجلايكوجينولاسيس وهي تحلل الجلايكوجين. ما الجلايكوجين ده عشان يديله جلوكوز بيعمل عمليه، بيحصل عمليه جلايكوجينولاسيس. والجلوكونيوجينيسيس هو تصنيع الجلوكوز من نان كربوهيدريت بارت، فبالتالي الليفر بيديني سبورت بالجلوكوز لما احتاجه وانا مش واكل او انا ما عنديش جلوكوز، سواء بعمليه الجلايكوجينولاسيس او الجلوكونيوجينيسيس. ده بالنسبه للكربوهيدريت ميتابوليزم. بالنسبه للليبيد ميتابوليزم هنلاقي ان هو داخل في تصنيع الفوسفوليبيدز والكوليسترول والاندوجينوس ترايجلسترايد واللايبوبروتينز الاتش دي ال والفي ال دي ال. تمام، ده كتصنيع بيعمل على الديجراديشن بتاع اللايبوبروتينز ريمينت، وهو الموقع بتاع البيتا اوكسيديشن بتاع الفري فاتي اسيد، فهنلاقيه داخل في عمليات الليبيد ميتابوليزم بشكل كبير. في البروتين ميتابوليزم مسؤول عن مهمه كبيره جدا جدا، هو عمليه الدي امينيشن بتاعت الامينو اسيدز وتصنيع اليوريا. يبقى اليوريا دي بتتصنع نتيجه عمليه دي امينيشن للامينو اسيدز، فبتتصنع اليوريا فبيخرج اليوريا مننا. طيب ما فيش ليفر شغال كويس، في عندي اكيوت ليفر فيلر او عندي سيروزس او عنده مشكله في الليفر، فبالتالي عنده مشكله في الوظيفه دي. الوظيفه دي مهمه جدا جدا، لان هو الليفر مسؤول عن ان هو يتخلص من الامونيا. يبقى لو ما تخلصي من الامونيا عشان يصنع يوريا، فالامونيا تعلى في الدم، والامونيا لو عليت في الدم وعليت في البرين بتعمل حاجه اسمها الهيباتيك انسفالوباسي اللي هو الغيبوبه الكبديه، وده الميكانيزم بتاع الغيبوبه الكبديه. طبعا هنعرف الميكانيزم بالتفصيل، ولكن بيعرفك من واحنا بنتكلم اهو في الليفر فانكشنز ان الليفر من ضمن وظائفه هو يعمل عمليه دي امينيشن للامينو اسيدز وتصنيع اليوريا. ده بالنسبه لاول وظيفه ومهمه جدا في البروتين ميتابوليزم. كمان وظيفه مهمه ايضا بيصنع الالبومين والبلازما، ده من اهم البلازما بروتينز عندنا الالبومين. بيتصنع الالبومين يا جماعه كمان الجلوبولين ما عدا الجاما جلوبولين، الجاما جلوبولين ده جهاز مناعي، يبقى بيصنع الالبومين وده الاساسي في البلازما بروتين، وبيصنع معظم الكو اجيوليشن فاكتورز، يعني معظم الكو اجيوليشن فاكتورز بتصنع. فبالتالي لو واحد عنده مشكله في الليفر ما عندوش عنده مشكله في الكو اجيوليشن فاكتورز، فبالتالي هنلاقي عنده حاجه اسمها الكو اجيولوباسي. الكو اجيولوباسي ان هو عنده مشكله في تخثر الدم، عنده تكوين الجلطات عنده مشكله لانه عنده الكو اجيوليشن فاكتورز تصنيعها قليل نتيجه مشكله الليفر. دي من اهم يا جماعه الوظائف بتاعه الليفر على البروتين ميتابوليزم. نيجي نخش بقى عن الديتوكسيفيكيشن. الليفر من اول ما اتكلمنا في الفارما قلنا الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، والدواء ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، فاحنا بنتكلم عن وظيفه مهمه جدا الليفر، ما بيعمل ديتوكسيفاي او ميتابولايز او سيكريتنج دراجز او الكحول او اذر توكسين، فدي من ضمن الوظائف المهمه. نيجي للوظيفه التخزينيه الاستورج فانكشن. الليفر بيخزن الجلايكوجين والفيتامين دي والفيتامين اي والفيتامين بي 12 والايرون. ونيجي لحته مهمه جدا، نيجي نتكلم في السيروزس، هنقول لك غلط ان انت تدي لواحد عنده سيروز عنده مشكله في الليفر تدي له فيتامين ايه، لانه ممكن يحصل له توكسيستي من الفيتامين ايه، لان الفيتامين ايه في مرضى السيروز الخلايا اللي بتخزن الفيتامين ايه بيحصل لها بتحولت الى فايبرس تيشو، فبالتالي ما بقاش في خلايا تخزن فيتامين ايه فيحصل له توكسيستي من الفيتامين ايه. فيتامين ايه التوكسيستي بتاعته بتبقى شديده شويه غير الفيتامينز الثانيه، يعني التوكسيستي بتاعته لما يزيد عن المستوى بتاعه بيحصل توكسيستي. فبالتالي هنا نعرف سبب المشكله، لان يعني الفيتامين ايه مخزونه او المكان اللي بتخزن فيه بيبقى في الليفر. يبقى الليفر ليه وظيفه مهمه جدا وهي الوظيفه التخزينيه، تخزين جلايكوجين فيتامين دي فيتامين اي فيتامين بي 12 ايرون. نيجي نتكلم على الوظيفه الاخراجيه الاكسكريتوري فانكشن بتاعه الليفر، مسؤول عن خروج البيليروبين والكوليسترول. فبالتالي خروج البيليروبين ده من ضمن الحاجات اللي بتخرج عن طريق البايل. فالبيليروبين ده بيجي منين اصلا؟ بيجي من تكسير كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دوره حياتها 120 يوم بتتكسر، بتروح فين؟ بتتكسر ويخرج منها الهيم والهيم، بعد كده بتخرج وتحول الى بيليروبين، واللي هنعرف كل القصه دي دلوقتي. ولكن البيليروبين ده مسؤول عن خروجه هو الليفر عن طريق البايل، فبالتالي لو ما خرجش البيليروبين يحصل ايه؟ مشكله هنعرفها دلوقتي. طيب ده بالنسبه لخروج البيليروبين وخروج الكوليسترول. كمان بيصنع ويخرج البايل، يبقى الليفر بيصنع ويخرج البايل. ايه البايل ده؟ هو السائل الاصفر اللي هو موجود فين؟ في المراره، المراره او المراره اللي هي الجول بلادر، عباره عن مكان كده بيتخزن فيه السائل الاصفر اللي هو البايل ده. والبايل ده وظيفته ايه؟ البايل ده يا جماعه بيعمل حاجتين مهمين جدا، عباره عن ايمالسفاينج، بيعتبر البايل ده جواه مواد من ووتر والكترولايت وبايل اسيد. البايل اسيد اللي جواه ده مسؤول بيشتغل كاميلسفاينج ايجنت، بيعمل عمليه ايمالسيفيكيشن، بيحول الفاتس الكبيره دي بيعملها ايمالسيفيكيشن الى صغيره جدا، مايسل صغيره جدا جدا، فيساعد على امتصاصها. فهو مسؤول عن امتصاص الدهون، كمان مسؤول عن امتصاص الفات سوربل فيتامينز اللي بنختصرها بكلمه اديك فيتامين اي ودي واي وكي. دي يا جماعه
الليفر فانكشنز كده بشكل مختصر وشكل مبسط جدا. بعد كده خلصنا الفقره دي، هنجيب بقى حته كده نتكلم فيها عن البايل. تعالوا هنا نتكلم على البايل. البايل ده عباره عن كومبلكس فلويد كده بيحتوي على ووتر والكترولايتس واورجانيك مولكيولز. المواد العضويه الاورجانيك مولكيولز دي عباره عن ايه؟ عباره عن بايل اسيدز وكوليسترول وفوسفوليبيدز وبيلروبين. يبقى البايل مره ثانيه عباره عن كومبلكس من فلويد بيتكون من ووتر والكترولايتس ومواد عضويه اللي هي بايل اسيدز كوليسترول فوسفوليبيدز بيلروبين. يبقى البيلروبين هنا جاي منين؟ جاي من الليفر وبيجي يخرج عن طريق البايل، فبيبقى من محتوى البايل. البايل اسيدز برضو بتتكون في الليفر، والبايل اسيدز دي هي المسؤوله عن الايمالسيفيكيشن بتاع الفاتس، ومسؤوله عن امتصاص الفات سولبل فيتامينز. خلاص الكوليسترول ايضا بيتم خروجه عن طريق البايل، الكوليسترول بيخرج عن طريق البايل. فلو في محتوى من محتويات البايل دي حصل فيه خلل، ممكن يؤدي الى تكوين الحصوات بتاعه المراره. ايه الخلل اللي يحصل؟ ان زياده في الكوليسترول، تركيز الكوليسترول يعلى وتركيز البايل اسيد يقل. لو تركيز البايل اسيد قل، تركيز الكوليسترول عالي في محتوى او الكومبوننت بتاع البايل، يبدا يكون لي الحصوات اللي هي المراره. واشهر حصوات او اشهر انواع حصوات هي الحصوات الكوليستروليه، اللي هي زياده الكوليسترول او تكوين حصوات من الكوليسترول. ده بنقول عليها الجول ستون اللي هي حصوه المراره، او الكولي لايسايسز اللي هي برضو نفس المعنى اللي هي الجول ستون. ده بالنسبه للبايل. خلينا نعرف البايل فانكشن. وظايف البايل بقى هتتكون في ايه؟ هتتكون في خروج البيلروبين، وهتتكون في وجود البايل اسيد. البايل اسيد هيعمل ايه؟ هيساعد في الامتصاص وامتصاص الدهون، تمام؟ عن طريق ان هو بيشتغل كسرفاكتنت او امسيفاينج ايجنت، يعمل عمليه امسيفيكيشن فيتحول الى الفاتس الكبيره، تتحول الى المايسل الصغيره يتم امتصاصها. وكمان مساعده في امتصاص الفات سولبل فيتامينز اللي هي فيتامين اي ودي واي وكي في السمول انتستين. ده بالنسبه لوظيفه وظيفه البايل بتحتوي على البايل، عشان وجود البايل اسيد ده. البايل اسيد ده هو المسؤول عن الوظيفه دي. الحاجه الثانيه وجود البيلروبين اللي جاي من الليفر ورايح للبايل عشان يخرج عن طريق الفيزز فيخرج، فبالتالي اللي هيخرج ازاي بقى؟ هيخرج عن طريق ايه؟ عن طريق البايل. فالبايل ومن ضمن وظيفته هو اخراج البيلروبين. البيلروبين ده اللي هو ايه؟ اللي هو ناتج من تكسير كرات الدم الحمراء. طيب الجول بلادر، الجول بلادر بيتخزن فيها وبيحصل له كونسنتريت البايل والكوليسترول، ويتحول الى سولوبل، والكوليسترول بيبقوا الاثنين سولوبل كده في البايل. ولكن زياده الكوليسترول، يعني البايل ده، البايل اسيد ده هو المسؤول عن اذابه الكوليسترول. لو البايل اسيد ده تركيزه قل والكوليسترول عالي، فما بقاش في اذابه كويسه، فبالتالي يبدا يحصل حصوات المراريه اللي هي الجول ستون. الجول ستون يا جماعه نوع عليها الكوليلايسايسز. الكوليلايسايسز دي يا جماعه بتتكون عند 80% من الناس عندهم حصوات في المراره مفيش اعراض. حوالي 80% من الناس عندهم حصوات في المراره مفيش اعراض، خلاص؟ طيب ولكن لو في بقى الاعراض هيبدا نعرف الاعراض دي. ولكن بتتكون من ايه الحصوات دي؟ اشهر الحصوات دي هي حصوات الكوليسترول. هو في انواع من الحصوات يمكن اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده في الجي اي تي، ولكن اشهر الانواع حصوات الكوليسترول ناتجه عن تكوين ان تركيز الكوليسترول عالي وتركيز البايل سولتس قليل. يعني البايل سولتس قليل، تركيز الكوليسترول عالي. فالبايل سولتس هي المسؤوله عن اذابه الكوليسترول. لو تركيزها قليله فبالتالي الكوليسترول مش هيذوب. فبالتالي يمكن اتكلمنا عن ادويه قبل كده بتساعد على عمليه الاذابه دي. طب خلينا نتكلم في الاعراض بقى. لو في اعراض عند قلنا حوالي 80% مفيش اعراض. طب لو في اعراض، الاعراض بتبقى عباره عن ايه؟ بايلاري كوليك اللي هو المغص المراري. ايه المغص المراري ده؟ بيبقى موقعه فين؟ في الرايت ابر كوادرنت اللي هو في الجزء العلوي اليمني، بنقول عليه رايت ابر ابدومينال بين، وحط التين كده تحت رايت ابر خط وابدومينال. بيبقى فيه الم كده بيحصل في الغالب بعد لما الواحد ياكل اكله دسمه او اكله تقيله، بعد ما ياكل بساعه لاربع ساعات يبدا يحس بالالم ده، الوجع ده كده. نيجي مثلا خليه مثلا ايه الوجع ده كده، يحس بعد الاكل، نساله كلت حاجه؟ يقول ده انا كلت مثلا اكل دسمه او اكل كتير. بعد الاكل بحوالي ساعه لاربع ساعات ايه؟ ابتديت احس بالالام دي. طيب الالام دي ممكن تستمر معايا ساعه ساعتين ثلاثه، لو زادت عن خمس ساعات بتبقى طبعا تشتد الالام، يبقى فيه كومبليكيشنز. لو زادت عن خمس ساعات لازم طبعا نطلب الاسعاف، لان هنا دخل في مرحله الكومبليكيشنز والمضاعفات، وهنا ممكن يحصل انفجار للمراره ويبدا يحصل مشاكل كتيره جدا. فبالتالي الالم ده لو بيروح ويجي كده، ممكن بقى نروح نوديه لدكتور باطنه، يبدا يعمل له اشعه ويشوف الوضع ايه، ويعمل له يقيم الحاله، ولكن علشان يبدا ان هو يخلصه من الحصوات دي. ولكن لو في مضاعفات الم، واحد جالك الصيدليه قال لي ده انا الالم ده بقالي ومعايا اربع ساعات وبيشتد بيشتد بيشتد ياخد خمس، لا
اكتر من 5 ساعات يبقى كده دخل في المضاعفات، لازم على طول يروح للطوارئ لاي دكتور جراحه او اي دكتور متخصص في علاج المراره او الام المراره وحصوات المراره، فبالتالي لازم يروح علشان يقدروا ان هم يستأصلوا المراره. ده بالنسبه يا جماعه للبايل. طيب احنا من ضمن كلامنا عن البايل اتكلمنا عن حاجه اسمها البيليروبين، ولكن موضوع البيليروبين مش هيتكلم فيه غير عن الجوندس. الجوندس وهي الصفرة. خلينا نتكلم عن فقرة الصفرة. الصفرة اللي هي الجوندس او الاكتروس اللي هي برضو نفس المعنى اللي هو الجوندس. الجوندس دي يا جماعة اللي هو الصفرة، يقول لك الطفل الرضيع ده عنده الصفرة. ايه الصفرة دي؟ وكلمة صفرة جت منين الصفرة؟ جت عشان ده المرض ده بيبقى عبارة عن يلوش بيجمنتيشن في السكين او الكونجنكتيف الممبرين، تمام، في اللي هو الكونجنكتيف الممبرين ده اللي هو الممبرين اللي هو اعلى الجزء الابيض في السكليرا اللي هي اعلى الجزء الابيض في العين. الجزء الابيض في العين ده، تمام، اللي هو الجزء الابيض في العين ده بيبقى لونه اصفر، السكن بيبقى اصفر، في اذر كمان الميوكس ممبرين بيبقى لونه اصفر. ده بالنسبه للمرض، فلذلك سموه جوندس او الصفره لانه هو عباره عن اصفرار في السكن او الكونجنكتيف الممبرين في السكليرا او بعض الميوكس ممبرين نتيجه عن زياده البيليروبين في الدم. يبقى الناتج اللي خلى الجسم اصفر وكده زياده البيليروبين في الدم وزياده زياده تركيز البيليروبين هو اللي عمل اللون ده او هو اللي خلى اللون ده يظهر، وده مصطلح او مرض بنقول عليه الجوندس. طب الجوندس ده بنقدر نقول عليه جوندس امتى، او الهايبر بلوروبينيميا دي اللي هي زياده البلوروبين بنقول عليها امتى؟ لما يزيد تركيز البلوروبين في الدم عن 2.5 الى 3 ملي جرام بير ديسيلتر. يعني لو زاد عن 2.5 ل 3 نقول هايبر بلوروبينيميا. ممكن ما يعملش جوندس غير لما يزيد اعلى من كده، ولكن انا زي مصطلح هايبر بلوروبينيميا اللي هو زياده البلوروبين في الدم بنقوله لما يبقى التركيز يعلى من 2.5 اعلى من 2.5 ل 3 ملي جرام بير ديسيلتر نقول عليه ممكن يؤدي بعد كده الى الجوندس. طيب النورمال ليفل رينج او ريفرنس رينج بتاع البيليروبين في الدم من 2.1 ل 2.2 ملي جرام بير ديسيلتر، ولكن خلي بالك وانت بتعرف النورمال ريفرنس رينج خلي بالك من المعمل، لان كل معمل ليه طريقه في القياس، فبالتالي ركز على الريفرنس رينج بتاعه المعمل نفسه. المعمل نفسه هي دي الريفرنس رينج الاكيوريت اللي احنا بناخد منها اللي هي بتاعه المعمل نفسه. طيب البيليروبين ده حوالي 70 ل 90% من البيليروبين بيجي نتيجه تكسير الهيموجلوبين اللي هو الهيم كاتابوليزم الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء. ده مسؤول عن 70 ل 90% جايين منين البيليروبين؟ جايين من الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء. تعالوا بينا نتكلم عن فقره مهمه جدا، هتكلم على الفورميشن والاكسكريشن بتاع البيليروبين. يبقى البيليروبين بيتكون ازاي وبيحصل له خروج ازاي؟ في الاند اوف لايف سبان بتاع الريد بلاد سيلز اللي هي نهايه دوره حياه الكرات الدم الحمراء اللي هي 120 يوم، بتعيش 120 يوم بتبدا ان هي تتكسر في الار اس اللي هو ريتيكولو اندوثيليال سيستم. لما بتتكسر بيبدا يخرج منها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده عباره عن حاجتين، الجلوبين والهيم. طيب الهيم ده هو اللي هناخده، يبقى هناخد اللي عليه خط ده الهيم ده هناخده. الهيم ده بيتحول الى البليفريدين. البليفريدين يبقى الهيم هيتحول الى البليفريدين لما يتشال منه الايرون ويحصل له عمليه ديكربوكسيليشن. يبقى الهيم لما نشيل منه الايرون نعمله ديكربوكسيليشن يتحول الى حاجه اسمها البليفريدين. البليفريدين دي بتتحول الى البيليروبين، تمام، بواسطه انزيم يسمى البليفريدين ريدكتيز. يبقى بليفريدين مع انزيم بليفريدين ريدكتيز يديني بليروبين. يبقى البليروبين اتكون اهو خلاص. يبقى البليروبين جاي منين؟ جاي من الهيم اللي هي موجوده في الهيموجلوبين. تمام. طيب كده البيليروبين موجود. البيليروبين موجود، موجود فين بقى دلوقتي؟ موجود في البلازما، موجود في الدم، هيرتبط بالالبومين. يبقى البيليروبين هيرتبط بالالبومين وهيبقى فيه جزء فري وجزء مرتبط بالالبومين. يبقى فيه جزء مرتبط بالالبومين خلاص زي الادويه كده بالظبط. الجزء المرتبط بالالبومين ده ما فيهوش مشكله، جاي في الالبوم مش عامل لي مشكله. الجزء الفري ده طيب بعد كده هيبدا ان هو الجزء الفري ده يدخل جوه الليفر، فيدخل جوه الليفر بيبقى بنسميه وقت ما يدخل الليفر بنسميه انكونجيوجيتد بيليروبين او اندايركت بيليروبين. يبقى ده بنسميه انكونجيوجيتد اللي هو الفري ده البيليروبين اللي في البلازما دخل جوه الليفر سميناه انكونجيوجيتد لانه لسه ما حصلوش كونجيوجيشن. وبنسميه اندايركت بيليروبين. يبقى ان اي ان اي ان عشان ما تنساش وما تتلخبطش، نفس الاسم ممكن تقول عليه انكونجيوجيتد بيليروبين او تقول عليه اندايركت بيليروبين، الاثنين نفس الاسم نفس الحاجه، وده بيبقى ليبيد سولوبل. خلاص ده كده في الليفر. الليفر هيعمل له ايه بقى؟ الليفر مش هيسيبه في حاله، هيبدا ان هو عايز بقى يعمل له كونجكت زي بالظبط. اعتبر البيليروبين ده دواء، دواء دخل جوه الدم، بس هو جاي منين بقى ده البيليروبين ده؟ جاي من التكسير الهيم. فهو لما جه وترتبط بالالبومين بقى فيه فري، فدخل جوه هيحصل له عمليه زي بنقول كده ميتابوليزم بالظبط. الميتابوليزم ده هيحصل نتيجه كونجيوجيشن بالجلوكورينايد او بالجلوكورونيك اسيد او بنزيم كده هنقول عليه اللي هو يو دي بي جي تي،
تمام، بيبدا ان هو يحصل له عمليه كونجوجيشن. يبقى خد الفكره كده عشان ما تبقاش متلخبط، خد الفكره زي بالظبط دوا بيحصل له ميتابوليزم عن طريق الكونجوجيشن وبيرتبط بالالبومين في البلازما بروتين هو الالبومين، وبيبقى في جزء فري وجزء مرتبط. طيب ده بالنسبه، يبقى احنا وصلنا لغايه اول ما دخل الليفر. اول ما دخل الليفر سميناه ان كونجوجيتد او ان دايركت بيليروبين. الليفر هيعمل له ايه بقى؟ الليفر هيبدا ان هو ايه يعمل له عمليه كونجوجيشن بالجلوكورونيك اسيد بواسطه انزيم يوريدين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفيريز اللي هو يو دي بي جي تي. يوريدين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفيريز انزيم، والاختصار ده مهم جدا، احفظه يعني يو دي بي جي تي. فبيبدا يتحول من ان كونجوجيتد الى كونجوجيتد بلوروبين او دايركت بلوروبين. يبقى تحول من ان كونجوجيتد الى كونجوجيتد ومن ان دايركت الى دايركت. يبدا بقى يحصل ايه؟ يبدا ان هو يحصل يخرج عن طريق البايل، يبدا يحصل له سكريشن كده ويخرج عن طريق البايل. طيب الكونجوجيتد بالروبين ده بيبدا ان هو جزء منه بيبدا ان هو لما يخرج عن طريق البايل، البايل بيبدا ان هو يفرزه جوه الانتستين، فبيبدا ان هو البكتيريا ممكن تكسره فتكسره الى حاجه اسمها اليورو بلينوجين. اليورو بلينوجين ده من ضمن الحاجات اللي بتبدا ان هي يحصل لها اكسكريشن بعد كده. فبالتالي اليورو بلينوجين ده جاي منين؟ اليورو بلينوجين جاي من تكسير البكتيريا للكونجوجيتد بيليروبين. يبقى الكونجوجيتد بيليروبين اللي كان موجود في البايل خرج وحصل له خروج عن طريق البايل، فبالتالي دخل في الانتستين. فلما دخل في الانتستين ابتدى ان هو البكتيريا تعمل له تكسير فتحوله الى يورو بلينوجين. اليورو بلينوجين ده جزء منه بيخرج وجزء منه بيحصل له بيدخل جوه يحصل له ري اكسكريشن تاني عن طريق البايل ويدخل جوه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن مره تانيه، والجزء ده بيخرج عن طريق اليورين، وده اللي بيدي لون شويه. لو زاد شويه اليورو بلينوجين ده يدي لون دارك شويه لليورين. هنقول الكلام ده كله في رسمه هتوضح لي الكلام ده كله تاني. يبقى انا عندي يا جماعه الار بي سيز لما دوره حياتها تنتهي ال 120 يوم بتوعها هيتكسر في الار اس اللي هو ريتيكولو اندوثيليال سيستم. الار اس ده يبدا ان هو يكسرها لحاجتين، الهيموجلوبين ده يتكسر لحاجتين، الجلوبين والهيم. الهيم ده يا جماعه يبدا ان هو يتحول الى بليفريدين، والبليفريدين ده نتيجه ان احنا شلنا الايرون وعملنا ديكربوكسيليشن للهيم فنتج لي البليفريدين. البليفريدين ده يبدا ان هو يتحول الى بيليروبين بواسطه البليفريدين ريداكتيز. يبقى هنا ابتدى ان هو يكون لي البليروبين. البليروبين ده بنسميه ان كونجوجيتد بليروبين اللي هو يعني لسه ما حصلوش كونجوجيشن، يبقى خلاص سميناه ان كونجوجيتد اللي هو موجود في الدم اللي هو الفريده ان كونجوجيتد. لما ارتبط بالالبومين جزء منه بيرتبط بالالبومين وجزء بيخش عن طريق الليفر. لما بيدخل عن طريق الليفر بقى بيحصل له عمليه كونجوجيشن بالجلوكورونيك اسيد او بنظام اللي هو اليو دي بي جي تي اللي هو يوريدين دايفوسفيت جلوكورونايل ترانسفيريز انزيم. يبدا يحصل له من ان كونجوجيتد تتحول الى كونجوجيتد بيليروبين. الكونجوجيتد بيليروبين يخش يدخل يطلع من الليفر داخل على البايلر سيستم او داخل على الجول بلادر، فيدخل على الجول بلادر كمحتوى من محتويات البايل، فيدخل على الجول بلادر فيبدا ان هو المراره تبدا ان هو تفرزه في السمول انتستين، فيبدا ان هو الكونجوجيتد بيليروبين ده يروح للسمول انتستين. في بكتيريا عندي انا في الامعاء، البكتيريا دي ابتدت تحول الكونجوجيتد بيليروبين الى اليوروبلينوجين. اليوروبلينوجين ده 90% بيخرج عن طريق الفيسز، وبعد كده جزء منه حوالي 10% بيبدا ان هو يروح للبورتفين، يبدا يحصل له ري اكسكريشن مره ثانيه ويدخل عن طريق يروح للليفر ثاني، وبعد كده يطلع من الليفر. اليوروبلينوجين ده يخرج عن طريق الكدني ويحصل له اكسكريشن عن طريق الكدني، وده اللي بيخلي لو زاد اليوروبلينوجين ده زاد في الكدني زاد في الرينال اكسكريشن زاد في اليورين بيدي داركنس في اليورين، يعني بيخلي لون اليورين دارك شويه. تمام، ده بالنسبه يا جماعه للبيليروبين ازاي بيتكون وازاي بيخرج. خلاص الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب تمام يا جماعه، طيب ده بالنسبه للفورميشن والاكسكريشن بتاع البيليروبين. تعالوا بينا ننتقل كده لانواع الجوندس. اول انواع الجوندس، يبقى انا الجوندس دي اللي هي الصفرة دي عباره عن اصفرار في الوجه او في العين، والاصفرار ده ناتج عن زياده في البيليروبين هايبر بيليروبينيميا، وزياده البيليروبين دي هي اللي انتجت عن. عرفنا البيليروبين ده بيتم انتاجه واخراجه ازاي. طيب يبدا ان هو يبقى يحصل مشكله في عمليه اخراجه، فمشكله عمليه اخراجه دي هي اللي ابتدى ان هي تعمل لي الجوندس. طيب الفسيولوجيكال جوندس، وفسيولوجيكال دي طبيعيه، يعني بتبقى طبيعيه وما بتبقاش باثولوجيكال. يعني في عندي نوعين ثلاث انواع، فسيولوجيكال باثولوجيكال وكونجينيتال اللي هو الوراثي. فسيولوجيكال دي طبيعيه، بيبقى في معظم الاطفال اللي بتولدوا كده
تمام، بيبدا ان هو في اول كده في اول اسابيع من بعد ولادته بيبدا ان هم يتعرضوا للصفرة، وبيبقى يعني ما فيش سيفيريتي فيها شويه، وبيبقى بعد اسبوع ولا اسبوعين بتبدا ان هي تختفي عنده. دي بنقول عليها يا جماعه الفسيولوجيكال جوندس او النيونيتال جوندس، عشان هي بتبقى في الاطفال الرضع اللي لسه مولودين بنقول عليها الفسيولوجيكال جوندس او النيونيتال جوندس، ودي بتبقى مرحله مؤقته من حياه الطفل الرضيع ده. ده بنتيجه عن ايه؟ نتيجه بعد الولاده الطفل ده بيحصل له تكسير سريع للار بي سيز، وفي نفس الوقت ما عندوش كفاءه كويسه في الليفر، لسه مولود الليفر ما عندوش الكفاءه كويسه، والانزيمز الموجوده في الليفر مش كافيه ان هي تقدر تغطي له التكسير الكبير في الار بي سيز بتاعته دي. فبالتالي الانزيم اللي هو اليو دي بي الجلوكورونايل ترانسفيرز انزيم مش قادر يغطي او يتخلص من كميه البلروبين دي. فبنلاقي عنده ايه بقى؟ انه اللي ارتفع بقى؟ نفتكر الرسمه اللي فاتت، نفتكر الرسمه اللي فاتت انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ لو هنا بقى في مشكله، هنا بقى المشكله في الانزيم، مفيش مشكله الانزيم اللي بيعمل عمليه الكونجيجيشن، في مشكله عند الطفل الرضيع ده، في وعند تكسير عالي، في عنده هيمولوسيس عالي، تكسير عالي، يبقى مين اللي هيرتفع؟ انهي نوع؟ الكونجيوجيتد ولا الان كونجيوجيتد؟ ما فيهاش تفكير، الان كونجيوجيتد هو اللي هيرتفع. يبقى نلاقي نيجي نعمل كده نلاقي ان تركيز الان كونجيوجيتد هو اللي عالي، يبقى زياده في الان كونجيوجيتد بلروبين، تمام؟ والان كونجيوجيتد بلروبين ده كده كده هو المنتج الاولي من تكسير كرات الدم الحمراء، لسه ما حصلوش كونجيوجيشن. ده بقى بنقول عليه الفري بلروبين، ان هو ممكن هو بقى هو اللي يعمل الصفره ده، تمام؟ وهو الاصفرار في العين او اصفرار في السكن، تمام؟ والفري بلروبين اللي هو الان كونجيوجيتد البلروبين او الفري بلروبين ده ممكن يعدي ويدخل جوه البلاد برين بارير ويعدي، بيعمل حاجه اسمها الكرنكترس. الكرنكترس دي يا جماعه من ضمن الحاجات اللي هي توكسيك انسفالوباسي، ودي ممكن تعمل منتال ريتارديشن عند الطفل، ودي من الحالات الخطيره جدا بتحصل لما يبقى تركيز البيروبين عالي قوي قوي. لذلك على طول اول ما يوصل التركيز كده 10 12 ولا حاجه يبدا ان هو ايه، لازم يخش حضانه عشان يبدا ان هم يعرضوه للضوء، ويبدا ان هم يعالجوه او يدوا له اي دي اي جي، او يبدا ان هم يحاولوا ان هم يتخلصوا من كميه البيروبين العاليه دي عن طريق الضوء. بيبدا ان هو الضوء يقدر ان هو يكسر البلروبين ونخلصهم عشان ما يخشش في مرحله توكسيسيتي من البلروبين اللي هي بنقول عليها الكرنكتراس. خلاص يا جماعه، في الغالب الفسيولوجيكال جوندس دي بنلاقي كده راحت لوحدها من غير حضانه او من غير اي حاجه، بنلاقي ان الطفل الرضيع ده في خلال اول اسبوعين كده خلاص ايه، ما فيش، خلاص راحت لوحدها. وممكن هي، ولكن لازم نتابع الطفل ولازم نعمل له تحليل البلروبين ونقيس البلروبين عنده، ولازم ان احنا نتابعه كويس جدا جدا عشان دكتور الاطفال هو اللي يقدر يحدد هل هو الاجراء اللي ممكن يتعمل للطفل ده عشان نخلصه من كميه البلروبين العاليه دي، لان الليفر عنده مش قادر يخلصه منها. فممكن نخلصه منها عن طريق ان احنا نعالجه بايه بقى؟ عن طريق حاجات كتيره جدا، اشهرهم ان هو الرضاعه المستمره، ان هي الام ترضعه باستمرار، دي من ضمن العلاجات، بتعتبر من ضمن العلاجات. فوتو ثيرابي، ودي اللي بتتم في الحضانات، مش نجيب بقى اي لمبه كده وننورها وخلاص، يبقى فوتو ثيرابي. والاي في اي جي دي اللي هي الحقن، الاي في اي جي اللي هي الانترافينوس اميونوجلوبولين، دي ملهاش ميكانيزم في الموضوع ولكن هم بيستخدموها وبتجيب نتيجه كويسه جدا جدا. وممكن هي من ضمن الاي في اي جي بيشتغل معايا في حاجات كتيره جدا وميكانيزمها ما بقاش واضح قوي. خلاص، او في الحالات بقى التوكسيك بقى العاليه بقى في توكسيست بقى من البيروبين ممكن يؤدي للكرنكترس بقى، فبنبدا ان احنا نعمل له اكسشينج ترانسفيوجن، نوع من انواع كده بلاد ترانسفيوجن، عشان نبدا نخلصه من البلاد بتاعه ده اللي مليان بيروبين ونحط له بلاد جديد. ده بالنسبه للعلاجات على حسب السيفيريتي بتاعه الايه، النيونيتال جوندس. الفوتوثيرابي هو الفيرست لاين، تمام، بنقول عليها البيلي لايتس او الفوتوثيرابي، دي الفيرست لاين يا جماعه. ودي ولكن اهم حاجه في الفوتوثيرابي ان احنا نغطي عين الطفل، نغطي عين الطفل. والله الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا، لا الطفل لسه مولود وحاطين عليه اللمبه وعينه مش متغطيه، ده ممكن ياثر فعلا فعلا على عينه. ده اهم حاجه يا جماعه من الحاجات دي، نركز في حاجات بسيطه جدا، حته قماشه هتغطي على عينه، دي من الحاجات المهمه جدا. بعد كده ممكن يتم استخدام اي حاجات تانية زي الاي في اي جي، وممكن في النهايه خالص ده كسكند لاين بقى ان هم يعملوا له حاجه اسمها الاكسشينج ترانسفيوجن. لو الفوتوثيرابي مش جايب نتيجه ومش عارفين يعملوا كنترول على البلروبين، لازم طبعا يعملوا اكسشينج ترانسفيوجن عشان الطفل ده ما يخشش في كرنكترس. ده بالنسبه للفسيولوجيكال. لا احنا عندنا بقى باثولوجيكال بقى، مرض بقى، في مرض عندي. طب الباثولوجيكال جوندس ده المرض ده فين بقى؟ بري هيباتيك ولا هيباتيك ولا بوست هيباتيك؟ يعني قبل الكبد ولا في الكبد ولا بعد الكبد؟ ودي بقى هيبدا ان احنا يديني ثلاث انواع من الباثولوجيكال جوندس. ايه هم الثلاث انواع؟ ممكن لو انت هتاخد الموضوع ده جوندس ده هتدرسه في الكليه، فالمقارنه دي من موضع امتحان، يعني الجدول ده والمقارنه دي من الحاجات اللي ايه، موضع امتحان.
باثولوجيكال جوندس ملخصينها في الجدول ده بري هيباتيك، هيباتيك، بوست هيباتيك. ليها اسماء اخرى. البري هيباتيك دي يعني ركز معايا، تذكر الرسمه بتاعت تكوين واخراج البيلروبين. بري هيباتيك دي يعني الليفر مش داخل في الموضوع معايا، عباره عن زياده في البيلروبين بدون دخول الليفر معايا، يبقى هيموليسيس بنقول عليها الاسم اخر هيموليتيك جوندس. طيب هيباتيك جوندس يبقى انا عندي مشكله في الليفر بنقول عليها هيباتو سيلولار جوندس، دي اسم اخر، اسماء اخرى للانواع دي. او البوست هيباتيك جوندس بقى فين؟ بعد ما البيلروبين يحصل له كونجيوجيشن بيروح فين بعد الليفر؟ يروح في البايل. طيب بنقول عليها كوليستاتيك جوندس او اوبستراكتيف جوندس ناتجه عن مشاكل في البايل، يبقى دي الاسماء. طب نتكلم على انواع البيلروبين اللي بيزيد. ايه اللي بيزيد في البري هيباتيك؟ بدون بديهيا بدون اي تفكير اللي هيزيد هو الان كونجوجيتد او الاندايركت، ده اللي هيزيد هيرتفع. لما يجي نقيس في الدم هنلاقي نسبه الان كونجوجيتد والاندايركت هي اللي عاليه. طب الهيباتيك جوندس هنلاقي فيه تركيز الاثنين، هنلاقي الان كونجوجيتد عالي خلاص وهنلاقي الكونجوجيتد عالي. الان كونجوجيتد اللي هو تركيز الكبد فيه مشكله، فبالتالي الان كونجوجيتد معلي معاه، وكمان الكبد ممكن الانزيمز اللي فيه شغاله فبالتالي بيديني الكونجوجيتد، فالاثنين هنلاقيهم ممكن الاثنين نلاقيهم عاليين. البوست هيباتيك جوندس هنلاقي ان الكونجوجيتد بس هو العالي. لو واحد عنده مشكله في المراره او عنده جلء حصوه في المراره بنروح نقيس البيلروبين نلاقي الكونجوجيتد او اللي هو الدايركت هو اللي عالي. طيب الاسباب بقى يا جماعه، تمام الاسباب، مسببات البري هيباتيك جوندس هو تكسير عالي من كرات الدم الحمراء بنقول عليها الهيموليتيك انيميا، واحد حصل له هيموليتيك انيميا. الاسباب بتاعت الهيباتيك جوندس ليفر سيل دامج زي السيروز او هيباتايتس. هنا بقى اسباب في الحصوه في المراره، جول ستون حصوه في المراره او كانسر في البنكرياس ممكن يؤدي لكده. اليوروبلينوجين اللي هو ناتج من تكسير الكونجوجيتد بيلروبين اللي هو موجود هنقيسه في اليورين، يعني هنشوف تركيزه في اليورين، هنلاقي هنا في هنا ابسنت مفيش، ما هو هيجي ازاي اذا كان هو مع الان كونجوجيتد ما لسه ما حصلوش كونجوجيتد، يعني مش هيبقى فيه، يعني هيبقى نورمال يورين. ده بالنسبه بقى ده. طب هنا بقى هنلاقي بقى في الهيباتيك والبري والبوست هيباتيك هنلاقيه موجود ومدي اليورين لون غامق، تمام. طب الستول كولر هنلاقي ان هنا نورمال خلاص لان الكونجوجيتد ما تكونش، هنلاقي هنا بقى نورمال او بول على حسب المشكله في الليفر، زياده في الان كونجوجيتد او زياده في الكونجوجيتد. هنا بقى هنلاقيه لون شاحب لان لون اصلا البيلروبين اصلا لونه اصفر، هو اللي مخلي الصفار. يعني ايه اللي مخلي اللون اصفر؟ زياده البيلروبين هو اللي مدي الصفار ده، فهيدي اللون البراز اللون الصفار ده خلاص. طيب نيجي نتكلم على البريرايتس. البريرايتس دي يعني لو البايل اسيد يا جماعه، البايل اسيد ده اللي هو موجود في الجول بلادر زاد بيدي اللي هو البريرايتس اللي هو احساس بالهرش لانه بتركز تحت السكين، فيدي ان هو الشخص يهرش او كده. هنا هنلاقيش نو، هنا هنلاقي نو، هنا هنلاقي يس. ليه؟ لان هو الشخص ده عنده مشكله اصلا في المراره، عنده مشكله في المراره فيجي هيحصل له بريرايتس. طب الكروس بلاد برين بارير الكونجوجيتد مش كروس، والكونجوجيتد مش كروس، الان كونجوجيتد هو اللي بيحصل له كروس، وده ممكن زياده الان كونجوجيتد او بنقول عليه فري بروبن، يعني فري بروبن او كونجوجيتد ممكن يعدي البلاد برين بارير ويخش ويحصل يعمل عمليه ايه اللي هي التسمم، التسمم ده في البرين فيعمل عمليه كارنيتراس، ده وارد حدوثه. ده يا جماعه مقارنه ما بين الانواع الثلاثه بتاعه الباثولوجيكال جوندس. اخر حاجه في الجوندس عشان نقفل موضوع الجوندس ده وناخد بريك، وهو الكونجنتال هايبربلورمينيا، وهنا بقى سبب وراثي، ودي نادرا جدا جدا لما تلاقي حالات زي كده، يعني الموضوع نادر جدا جدا. عندنا اشهر حاجتين مرضين يا جماعه، حاجه اسمها الجليبرت سيندروم وحاجه اسمها الكريجلر ناجر سيندروم. الكريجلر ناجر سيندروم سي ان اس اعرفها سي ان اس ده لان ده بيعمل كرنكترس في السي، يعني هي اختصارها سي ان اس بس اعرفها سي ان اس عشان الكرنكترس التسمم اللي ممكن يحصل ده يعمل ايه مشاكل في السين في البرين عشان زياده الان كونجوجيت فيبدا ان هو يروح للبرين بشكل كبير، فدي في الاطفال الرضع خاصه يحصل لهم كده. ده بالنسبه للنوعين دول، والنوعين دول لهم علاقه بالانزيم يا جماعه اليو دي بي جلوكرونال ترانسفريز انزيم. في النوع الاول او المرض الاول اللي هو الجليبرت سيندروم الليفر يا جماعه مش قادر على قد مش قادر يغطي، يعني الاكتيفيتي بتاعه الانزيم مش موجوده لان في ميوتيشن في الجين اللي بيصنع الانزيم، يبقى ده حاجه مرض وراثي، في ميوتيشن في الجين اللي بيصنع الانزيم فالانزيم في مشكله في الانزيم فمش هيعمل عمليه الايه، مش هيعمل عمليه الايه الكونجوجيشن اللي بتحصل للان كونجوجيتد بيلروبين. اما في السي ان اس اللي هو الكريجلر ناجر سيندروم ده بقى في مشكله ايضا في الانزيم، والانزيم هنا في نقص كبير في الانزيم نتيجه المشكله الوراثيه دي، فيبدا النقص ده يبدا ان هو ياثر على ان ما يحصلش
كونجوجيشن في الان كونجوجيتد بالروبن يرتفع بشكل كبير. الان كونجوجيتد بالروبن بشكل كبير ارتفاعه ده بيؤدي في الاطفال الرضع ده عند الايه البرين دامج نتيجه الكيرنكتراس. وده يا جماعه بالنسبه لي كل المعلومات المهمه جدا اللي المهم ان انت تعرفها عن الجوندس. خد معايا بريك علشان نكمل فقرتنا اللي جايه في الحلقه، نتكلم فيها على باقي لنا فقرتين، هنتكلم على البروتين ميتابوليزم والليفر فانكشن تيسس اللي هي ازاي بيحصل بروتين ميتابوليزم في الليفر، وهنعرف ايه هي التحليلات بتاعت وظائف الكبد. تعالوا بينا ناخد بريك ونكمل بقيه حلقتنا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقدم لكم تطبيق فارماتيوب يتم شرح فيه البيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي وفارماكوثيرابي. تستطيع من خلال هذا التطبيق وهو متوفر على الجوجل بلاي أن تشاهد جميع الفيديوهات بشكل منتظم، حيث يحتوي التطبيق على 20 قسم. كل ما عليك هو اختيار القسم ومن بعدها الحلقة التي تريد مشاهدتها، علما بأن جميع الفيديوهات تأتي للتطبيق بشكل تلقائي، لا تحتاج لتحديث التطبيق. حمل التطبيق الآن من متجر جوجل بلاي. بعد كده نخش في الفقرة اللي بعد كده، نتكلم عن البروتين ميتابوليزم. من ضمن وظائف الكبد هي البروتين ميتابوليزم، بيعمل حاجتين مهمين: تصنيع البلازما بروتين اللي هو الألبومين، وكمان مش بس الألبومين، كل البلازما بروتين ما عدا الجاما جلوبولين يا جماعة. يبقى المكان الرئيسي لتصنيع البلازما بروتينز هو الليفر، وبيصنع كل البلازما بروتينز ما عدا الجاما جلوبولين. والجاما جلوبولين دي بتتصنع تابعة للجهاز المناعي اللي هي بنقول عليها الانتي بودز او الامينو جلوبولين، دي اللي هي ملهاش علاقة معانا بالليفر. يبقى الجلوبولين عندنا ثلاث حاجات: الفا وبيتا وجاما. الجاما جلوبولين ده مش معانا في الليفر، ده جهاز مناعي. يبقى الالفا والبيتا جلوبولين بيتصنعوا في الليفر. كمان الالبومين اللي هو اللي هو المكون الرئيسي للبروتينز اللي موجودة في البلازما، حوالي 55% من البروتينز الموجودة في البلازما هي البومين. يبقى الالبومين، الالفا جلوبولين، البيتا جلوبولين، كل ده بتصنع في الليفر. دي اول وظيفه تمام او تابعه للبروتين ميتابوليزم. تاني حاجه الامينو اسيد ديجريديشن. الوظائف بتاعته الرئيسيه ان هو بيعمل ديجريديشن للامينو اسيد. الامينو اسيد دي بيحصل لها ديجريديشن بحاجتين يا جماعه: ترانس امينيشن والاوكسيديتيف دي امينيشن، عشان يتم انتاج امونيا. والامونيا بيتم انتاجها بيتم انتاجها وبعد كده تتحول ليوريا عن طريق الليفر. بعد كده تخرج اليوريا فين بقى؟ عن طريق الكدني، وتخرج عن طريق اليورين. يبقى اليوريا تخرج عن طريق الكدني وعن طريق اليورين. دي كلها خطوات تحول الامينو اسيدز الى يوريا وخروجها. طيب نتكلم بقى عن عمليه الترانس امينيشن اللي انت بتقول عليها. بتقول لي ترانس بيحصل له الامينو اسيد بيحصل له ديجريديشن بالترانس امينيشن. ايه ترانس امينيشن دي؟ بنقول عليها ترانس امينيشن او امينو ترانسفير. يبقى امينو ترانسفير، امينو حصل لها ترانسفير يعني من المصطلح او من معنى. يبقى الامينو اسيد هيحصل لها ترانسفير هنا الى حاجه اسمها الكيتو اسيد. امينو اسيد هيحصل لها ترانسفير الى كيتو اسيد. او ترانس امينيشن نفس الفكره، ترانس تحول الامينيشن، يعني ترانس امينيشن او امينو ترانسفير هو عباره عن كيميكال رياكشن يا جماعه ما بين الامينو جروب والكيتو اسيد، بيحصل عمليه تحول ما بين الامينو اسيد والكيتو الكيتو اسيد. يبقى الامينو اسيد تمام ال NH2 والكيتو اسيد اللي هو دبل بوند او، الاثنين دول هيحصل لهم عمليه تحول، ده هيجي هنا وده هيجي هنا. بقى هنا ايه نتيجه عمليه حاجه اسمها ترانس امينيشن او ماينو ترانسفيريز. المسؤول عن العمليه دي كعامل كده موجود هو الفيتامين بي 6، بيتم المسؤول او بيشتغل ككارير كده اللي هو البيرودوكسال فوسفيت بي ال بي اللي هو البيرودوكسال فوسفيت. هو الفيتامين بي 6 بيشتغل كانترميديت كارير للامينو جروب في عمليه التحول دي. يبقى مهم جدا جدا الفيتامين فيتامين بي 6 العمليه دي خلاص. طيب في عندي تو انزيمز مهمين جدا في عمليه التحول دول، انزيم يسمى الانين امينو ترانسفيريز اللي هو اي ال تي، وانزيم اخر هو اي اس تي اللي هو اسبارتيت امينو ترانسفيريز. يبقى تو انزيمز مهمين جدا في عمليه التحول دول موجودين في الليفر. التو انزيمز دول موجودين حاجه اسمها الانين امينو ترانسفيريز اللي هو اي ال تي، وحاجه اسمها اي اس تي اسبارتيت امينو ترانسفيريز. تعالوا بينا نشوف المعادله الكيميائيه تحت دي عشان تعرف العمليه بتتم ازاي بالظبط. انا بقول لك امينو ترانسفيريز او ترانس امينيشن، يبقى عمليه تحول. تحول امينو ترانسفير او ترانس امينيشن عمليه تحول. ايه اللي هيحصل تحول؟ انا عندي دلوقتي الالفا كيتو جلوتاريت، ده الفا كيتو جلوتاريت هنا في الكيتو اسيد سي دبل بوند، هو هنا الكيتو اسيد تمام، او الكيتو جروب هنا تمام، ده كيتو اسيد ولكن دي الكيتو جروب خلاص. وهنا دي الامينو اسيدز هنا، وهنا ال NH3 هنا موجوده هنا تمام. يبقى انا دلوقتي هيحصل في تحول، دي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا. يبقى هنا التحول ده العمليه اللي بنقول عليها ترانس امينيشن. يبقى هنا الكيتو جروب دي هتروح مكان ال NH3، وال NH3 هتيجي هنا. هنا بقى اللي هيحصل بقى، هنا التفاعل هيمشي كده، دي بواسطه الترانس امينيز انزيم اللي هو ايه بقى الاي ال تي او الاي اس تي انين امينو ترانسفيرز او الاي اسبارتيت امينو ترانسفيرز على حسب الامينو اسيد خلاص.
هنا على حسب الامينو اسيد هيتم الشغل بتاع الانزيم اي ال تي او اي اس دي. وهنا الامينو اسيد مش محددين نوع الامينو اسيد، هنا الامينو اسيد هيبدا ان هو يطلع الامينو اسيد ده يتحول بقى الى كيتو اسيد. خلاص هنا الكيتو اسيد تحول الامينو اسيد الى كيتو اسيد، الان اتش 3 دي وال ان اتش 3 تحولت الى سي دبل بوند، وهنا الالفا كيتو جلوتاريت ده الكيتو جروب دي تحولت بقى هنا دخلت هنا دخل الامينو اسيد جه تحول وانتج امينو اسيد جه اللي هو الجلوتاميت، انتج الجلوتاميت. وهنا الجلوتاميت يبدا التخلص منه بحاجه بالجلوتاميت دي هيدروجينيز ايضا موجود في موجود في الليفر، والجلوتاميت دي هيدروجين هيبدا يتخلص من الجلوتاميت. احنا عايزين كل ده عايزين نتخلص من ال NH3 دي، ال NH3 دي هتحول ل NH4 وبعد كده هتحول ل NH4 تروح في اليوريا سايكل، وبعدين تحول اليوريا تخرج عن طريق الكدني. يبقى الامينو اسيد ده تحول ليوريا، تخلصنا منه خالص وخرج. انا استخدمت في العمليه دي في انزيمز تم استخدامها اللي هي ترانس امينيز انزيم اللي هو اي ال تي واي ال او الاي اس تي على حسب الامينو اسيد. الامينو اسيد تحول من ان اتش سي خد الكيتو اسيد الكيتو جروب من الالفا كيتو جلوتاريت تمام، او الكيتو اسيد دي ادت الكيتو جروب بتاعها وهي خدت الان اتش 3 عشان يتحول الجلوتاميت بواسطه الجلوتاميت دي هيدروجينيز تحول الان اتش 3 الى ان اتش 4 ودخل في اليورين سايكل ودخل وخرج عن طريق اليورين. وده بالنسبه لتحول الامينو اسيد الى يوريا. طيب يبقى انا في عندي في انزيمز شغاله في العمليه دي. طب ايه هي الانزيمز دي بقى اللي انا عايز اعرفها؟ يبقى اي ال تي والاي اس تي. الاي ال تي يا جماعه هي الالانين امينو ترانسفيرز، وليه اسم اخر سيرم جلوتاميت بايروفيك ترانس امينيز اللي هو السجبت، والاسبرتيت الاي اس تي اللي هو اسبرتيت ترانس امينيز ليه اسم اخر هو سيرم جلوتاميك اوكزالو اسيتي الاوكزالو اسيتيك ترانس امينيز اللي هو السجوت. يبقى السجبت والسجوت دول اختصارات اخرى للاي ال تي والاي اس تي، سواء الاي ال تي ممكن يتقال عليه اي ال تي او سجبت، والاي اس تي يتقال عليه اي اس تي او سجوت. يبقى سجبت وسجوت او اي ال تي او اي اس تي، لازم تعرف الاختصارات دي كويس جدا وتحفظ التو انزيمز دول. طيب ليه سموه الانين وليه سموه سيرم جلوتاميك بايروفيك ترانس امينيز؟ ليه سموه ده تاني اي اس تي وسجوت؟ على حسب ان هو شغلهم ده يا جماعه بيشتغل ده بيشتغل على الالانين يبقى سموه الانين امينو ترانسفيرز لانه هو شغال على الالانين. الالانين اهي مع الالفا كيتو جلوتاريت، هنا في الكيتو جروب وهنا في الان اتش 3، يبقى هنا الالانين وهنا كيتو جروب بواسطه الانزيم دي مع البايرودكسال فوسفيت اللي هو الفيتامين بي 6، هنا هيتحول الالانين الى امينو اسيد جديد تمام اللي هو البيروفيت، وهنا هتحول الى الالفا كيتو جلوتاريت هتحول للجلوتاميت، والجلوتاميت هتبدا ان هي تروح لليوريا تطلع الان اتش 3 عن طريق اتش 4 وتروح لليوريا سايكل وتطلع عن طريق اليورين. ده الفكره بالظبط. طب هنا بقى بيشتغل على الاسبرتيت، يبقى هنا ده اشتغل على الالانين ده اشتغل على الاسبرتيت على امينو اسيد الاسبرتيت، سموه كده عشان هو شغال على الاسبرتيت وتحول الى اوكزالو اسيتيت، سموه سيرم جلوتاميك اوكزالو اسيتيك ترانس امينيز او اسبرتيت ترانس امينيز على حسب شغله هو شغال على الاسبرتيت اللي هو ده الاي اس تي. يبقى الاي اس تي لما يبقى فيه امينو اسيد اسبرتيت، اي ال تي لما فيه امينو اسيد الالانين. طيب اي ال تي او السجبت ال بي اللي دي اختصار للليفر، خليها كده في الليفر، والبي دي بي سبيسيفيك يعني سبيسيفيك فور ليفر، لان الاي ال تي يا جماعه سبيسيفيك كده مينلي سبيسيفيك موجود في الليفر. يبقى اي ال تي موجود مينلي في الليفر، ولما بيزيد الاي ال تي بشكل كبير جدا يبقى في مشكله في الليفر. يبقى زياده الانزيم ده في الانزيم ده كده كده موجود في البلازما، بس المفروض يبقى كمياته كلها موجوده داخل الخلايا بتاعه الكبد. لو حصل تدمير لخلايا الكبد معناها ان الانزيمز دي ALT او AST هتروح فين؟ هتروح في البلازما. هي كده كده ليها نسبه قليله قوي قوي موجوده في البلازما، ولكن خلايا الكبد لما تتكسر بشكل كبير ويحصل فيه تدمير ليها وتكسير ليها نتيجه انفلاميشن او هيباتايتس او اي مشكله في الليفر، هيحصل ايه للانزيم دي؟ هترتفع في الدم. ليه ارتفعت في الدم؟ لان هي جايه من الخلايا المتكسره اللي في الكبد، فده ممكن يبقى يتيح لنا فرصه ان احنا نعرف وظائف الكبد عن طريق ان احنا نقيس التو انزيمز دول في الدم. يبقى من ضمن وظائف الكبد في الاختبارات بتاعه وظائف الكبد ان احنا نعرف مقاسات التو انزيمز دول، لما نقيسهم نعرف انديكيت كده ان هم لما يبقوا مرتفعين يبقى في انزيمات الكبد دي بنقول عليها انزيمات الكبد عاليه. انزيمات الكبد عاليه عند تكسيرات تكسير في خلايا الكبد ادت الارتفاع في الانزيمات دي في البلازما. الاي ال تي موجود فين؟ موجود مينلي في السيتوبلازم بتاع الليفر سيلز، في خلايا الليفر نفسها. لما تتكسر الخلايا دي وتموت خلايا يطلع الانزيم ده يروح في البلازما. خلاص الليفر سيل دامج لما يحصل تكسير للليفر سيل دامج بيزيد الاي ال تي في البلازما، وده ممكن يبقى مؤشر ان احنا نعمل اختبار لوظيفه الكبد عن طريق مقياس للاي ال تي في البلازما او في الدم. الاي ال تي مور سبيسيفيك للليفر انفلاميشن عن الاي اس تي، لان الاي اس تي مش هنعرف ان هو مش موجود بس في الليفر، ده موجود في العضلات وموجود في الهارت موجود في الليفر، بالتالي لما يزيد ممكن ما يبقاش مؤشر قوي ان الزياده دي ناتجه عن تكسير في خلايا الليفر، ممكن يبقى في خلايا السكيلتال ماسل مثلا او في الهارت مثلا،
ليه؟ لان الاي اس تي مش سبيسيفيك، ده المور سبيسيفيك شويه. خلاص بعض الادويه بتؤدي الى ارتفاع الاي ال تي واي اس تي لما بتاثر على خلايا الكبد، وفي حاجه كده في حاجه يعني تحليل بيتعمل اي اس تي على اي ال تي ريشيو، بيبدا ان هم يعرفوا بيه الليفر هيدز. طب نيجي بقى نخش في الاي اس تي. الاي اس تي او السجوت ده يا جماعه موجود في السيتوبلازم بتاع الميتوكوندريا مش بس في الليفر، ده يبقى ده السيتوبلازم بتاع الليفر، ده موجود بقى في الميتوكوندريا نفسها، في الليفر والهارت والسكيليتال ماسل والكيدنيز والبرين والريد بلاد سيلز. يبقى ده مش مؤشر ان هو يبقى موجود في الليفر بس، ده مينلي في ده برضه موجود في اماكن ثانيه بس مينلي في الليفر. خلاص لو حصل مثلا مايوكاردال انفاركشن، اكيوت بانكريتايتس، تمام، اكيوت هيموليتيك انيميا، سيفير بيرنز، واكيوت رينال ديزيز او ماسل سكيليتال ديزيزز او تراما، دي كلها مؤشرات ان هي ترفع الاي اس تي. فبالتالي لما اعمل الاي اس تي على الاي ال تي ريشيو دي حاجه كويسه برضه، ان انا لما الاقي الاي ال تي عالي قوي والاي اعلى من الاي اس تي او الاي اس تي كده او الاثنين عاليين ولكن الاي ال تي عالي، يبقى انا ده مؤشر عن ان في مشكله في الليفر او دي المشكله دي في الليفر. ده مقارنه سريعه ما بين الاي ال تي والاي اس تي. هنختم حلقتنا بالليفر فانكشن تيست اللي هي اختبارات وظائف الكبد. نيجي بقى نمسك البلازما بروتينز. بتتكون من ايه البلازما بروتينز؟ 55% من البلازما بروتينز البومينز، 38% جلوبولينز، 7% فايبرينوجين اللي هو بيدخل في عمليه البلاد كوجوليشن، واحد حوالي 1% ريجولاتوري بروتينز مسؤول عن الجين اكسبريشن، حوالي 1% كلوتينج فاكتورز، والكلوتينج فاكتورز دي بتتصنع في الليفر ومسؤوله عن تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. نمسك الالبومينز اللي بيمثل 55% من البلازما بروتينز، وهو من اهم وظائفه الحفاظ على الاوزموتيك بريشر، هو المحافظ على الاوزموتيك بريشر بوجوده في البلازما، وكمان مسؤول عن ترانسبورت بتاع الانسولوبل مكلوز، لان بعض الانسولوبل مكلوز بتبدا ان هي تمسك بيه ويبدا ان هي تدوق وتمشي معاه ويدخل في الالبومينز. زي يا جماعه تكوين اللايبوبروتينز، اللايبوبروتينز من ضمن مكوناتها بياخده من الالبومينز او من البلازما بروتينز عشان يبدا ان هي تمشي فيه. فبالتالي عشان الكوليسترول والحاجات دي بتدخل مع البلازما بروتينز عشان يكونوا لي اللايبوبروتينز اللي هي بتتحرك. فبالتالي حاجات انسولوبل بقت ايه؟ سولوبل، عشان هي دخل معاها الالبومينز. ده بالنسبه للالبومز يا جماعه. فبالتالي الالبومز له وظائف اخرى طبعا، ان هو بيحافظ على نسبه الدواء. الادويه يا جماعه معظم ادويه واتكلم عن ادويه ان هي بترتبط بالالبومز كايه، جزء منها بيبقى فري وجزء منها بيرتبط بالالبوم. فالالبوم من وظيفته ان هو يحافظ على الادويه دي، لو مش موجود الالبوم الفري دراجز هتبقى عاليه جدا، ممكن يخش في توكسيس. الجلوبولينز له وظائف ايضا مهمه جدا، انا عندي الفا وبيتا تمام، دول بيتصنعوا في الليفر، وجاما جلوبولين. جاما جلوبولين ده بيتصنعوا في الليمفويد تيشو في تبع الجهاز المناعي مش تبعنا خالص. الالفا والبيتا دول من ضمن وظيفهم ايضا، اتكلمنا قبل كده عن الجلوبلينز اللي هو بينقل كمان، بيحافظ على نسبه السكس هرمون والكورتيزون. الكورتيزون لما كان مرتبط بالجلوبلينز والتستوستيرون والاستروجين، دي كلها بترتبط بالجلوبلينز فبتحافظ على النسبه دي. مشاكل في تصنيع الجلوبلينز، بيبقى في مشاكل عندي في نسبه الفري من السكس هرمونز او الكورتيزون. دي كلها يا جماعه بالنسبه يعني بالنسبه للبلازما بروتينز. يبقى انا دلوقتي عايز اشوف وظائف الكبد، هعمل ايه في البلازما؟ هشوف اول حاجه السيرم توتال بروتين، اقيس كل البروتين في السيرم. انا عندي ريفرنس رينج من 6 ل 8.5 جرام بر دي سي لتر، ورجاء رجاء الريفرنس رينج دي يعني ده الحاجات دي بتبقى يعني جايه من مصادر معينه، وكل مصدر مختلف، والاهم من ده كله هو المعمل. المعمل هو المصدر، لان هو الميثود اللي شغال بيها المعمل ممكن تبقى الريفرنس بتاعها مختلف عن الريفرنس اللي احنا كاتبينها، لان الريفرنس دي ممكن تبقى بميثود ثانيه غير الميثود اللي شغال بيها او غير الجهاز اللي شغال بيه، تمام؟ فبالتالي المعمل لازم نركز قوي في الريفرنس بتاعته. طيب السيرم توتال بروتين الريفرنس بتاعه من 6 ل 8.5 جرام بر ديسي، ده الطبيعي. لما يزيد عن كده بنقول ايه؟ هايبر بروتينيميا، زياده في البلازما بروتين في الدم. ده ناتجه عن ايه بقى؟ ناتجه عن ايه؟ ناتجه ان في زياده في البرودكشن خلاص، وخاصه الجاما جلوبين بيبقى هي اللي بتزيد، فبيزيد معايا التوتال بروتين، لان انا مش عارف ايه البروتين اللي زاد، فانا بقيس التوتال بروتين. او دي هيدريشن، دي هيدريشن ان مفيش ميه، فمفيش ميه فخدت العينه فالنسبه عاليه جدا خلاص. ده بالنسبه للهايبر بروتينيميا. الهايبو بروتينيميا بقى نقص في البلازما بروتين ممكن ينتج عن ايه؟ نقص في التصنيع، وده يديني مؤشر الى مشكله في الليفر، تمام؟ تكسير عالي، وده مديني مؤشر ممكن يبقى فيه بيرنز او تراما، او في اكسسيف لوس، خروج كتير، ممكن يبقى مؤشر ان في مشكله في الرينال ديزيز، او مال نيوتريشن، ان الشخص ده عنده مشكله في ما بياكلش بروتين، او عنده انتستاينال مال ابزوربشن، يعني بياكل بس عنده مشكله في الانتستين ما بيمتصش. فبالتالي دي كلها مؤشرات للهايبوبروتينيميا. ده بالنسبه لاول مقاس ممكن نقيسه. نقيس بقى الالبومين لوحده والجلوبولين لوحده، ونعمل حاجه اسمها اي جي ريشيو اللي هي البومين جلوبولين ريشيو. سيرم البومين الريفرنس بتاعه من 3.5 ل 5.5،
خلاص ده الريفرنس بتاعه. ولكن هيقل بقى معايا ايه فين بقى؟ هيقل معايا في الكرونيك ليفر ديزيز زي السيروزس، نفروتك سندروم، مال ابزوربشن سندروم، مال نيوتريشن. دي كلها مؤشرات ان عندي نقص في الالبوم. الجلوبولين الريفرنس بتاعه من 2.5 ل 4.2 جرام بالدي سي لتر. ده يا جماعه من ضمن الجلوبولين اكبر شويه من الالبومين، يعني الجلوبولين كحجم اكبر شويه من الالبومين. وليه وظائف يا جماعه؟ زي ما قلنا الجاما جلوبولين ليه وظائف مناعيه، والجلوبولين ليه وظيفه ان هو بيحمل هرمونز زي السكس هرمونز والليبز والليتلز، تمام، وبيساعد الليبز ان هي تدوب زي ما بيقول بيكونوا اللايبوبروتينز، وكمان بيشتغل كانتي بودز اللي هي الجاما جلوبولينز. فالجلوبولينز ليه وظائف كويسه جدا مهم جدا. الجلوبولينز ممكن يزيد فين بقى؟ في الكرونيك انفكشنز نتيجه زياده الجاما جلوبولينز اللي هي انتي بودز، والكرونيك ليفر ديزيز او روماتويد ارثرايتس او اي مشاكل مناعيه، تمام، او مايلوما. دي كلها يعني ناتجه عن زياده الجلوبولينز، وفي الغالب اللي بيزودها هو الجاما جلوبولينز، تمام. وممكن تبقى تزيد في الكرونيك ليفر ديزيز برضو نتيجه لو في انفكشن او في الهيباتايتس فيروس سي او بي، ممكن برضو نبقى ناتجه عن برضو الجاما جلوبولينز. طب الجلوبولينز ليفل يا جماعه، تمام، ممكن تقل فين بقى؟ في الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز المناعي، الناس اللي عندهم مال نيوتريشن او مال ابزوربشن او ليفر او كيدني ديزيز ايضا. ده بالنسبه للجلوبولينز سواء زادت مستواها او علت مستواها. برضو المؤشر اللي ممكن يبقى واضح قوي ان انا اقيس اعمل حاجه اسمها اي جي ريشيو البومين على جلوبولين ريشيو، المفروض الريفرنس رينج بتاعها من 8 من 10 ل 2. لو الريشيو دي قلت معناها ايه؟ قلت انا بقيس بحط الالبومين واقسمه على الجلوبولين بقى اي جي مش جي اي، اي جي. لو قلت يبقى الاي قليل الالبومين قليل والجي عالي، خلاص يبقى الالبومين قليل والجي عالي. ده ممكن يبقى مؤشر الى الليفر ديزيز، لان الالبومين قل والجي عالي، فبالتالي ده ممكن مؤشر الى الليفر ديزيز نتيجه ان الليفر مش عنده مشكله ان هو يصنع الالبومين، والجي عاليه نتيجه الجاما جلوبين ممكن تبقى هي اللي عاليه فعلت معايا الجي. دي تبقى مؤشر شويه، ولكن ما حدش بيقيس الليفر فانكشن تيست بحاجه واحده بس. يعني مش هينفع اعرف وظائف الكبد نتيجه التحليل الاول ده اللي هو البلازما بروتين، لا، بيبقى كذا مؤشر كذا تحليل يقدر يعمل لي كونفيرم على الموضوع ده. دي اول حاجه. طب الحاجه اللي بعدها ايه؟ ان انا اخش بقى واعمل في تحليلات انزيمز. بقى اول حاجه البلازما بروتينز خلصناها، الانزيمز ابدا اقيس في الانزيمز ايه بقى؟ هقيس بقى يا جماعه في الانزيمز اشهر تحليلات في الانزيمز هو الخمس تحليلات دول. ترانس امينيزس الانزيمز اللي هي ترانس امينيز الاي ال تي والاي اس تي، الاي ال بي اللي هو الكالاين فوسفاتيز، الجي جي تي اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفريز، الفايف داش نيوكليوتيديز، والال دي اتش اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز. دي خمسه انزيمز ممكن ان هي تشتغل، اشهر خمسه انزيمز بيتقاسوا في معرفه مشاكل في الليفر او وظائف الليفر. تعالوا بينا نتكلم اشهر حاجه اللي هي الانزيمات الكبديه، بيقولوا عليها مصطلح بالعام كده الانزيمات الكبديه اللي هي الاي ال تي والاي اس تي. اي ال تي بنقول عليها اي ال تي او سجبت، اي اس تي او سجوت. الريفرنس رينج في الاثنين دول بالذات لازم تشوف المعمل في الاثنين دول بالذات، لان الاثنين دول في اجهزه قديمه وفي طرق حديثه لقياسهم وفي طرق قديمه لقياسهم. يعني في الغالب في بعض الطرق المشهوره قوي ان هو بيبقى ايه في الاربعينات، يعني المفروض ان هو ما يزيدش على الاربعينات، وفي الاي ال تي ما يزيدش عن الستينات. يعني خليك ايه، خليك دايما في الريفرنس رينج بتاع المعمل على حسب طريقته. يبقى الريفرنس رينج اللي احنا كاتبينها دي يا جماعه دي من الميد سكيب او الاي ال تي من 20 ل 60، المفروض ما يزيدش عن كده، والاي اس تي او السجوت من 6 ل 34. وانا بقول لك برضو ركز في الحته دي بالذات ان يبقى الريفرنس رينج بتاعك في المعمل نفسه. الاي ال تي والاي اس تي بيزيدوا فين؟ بيزيدوا في الهيباتوسيلولار انجري، ودي حاجه كبيره قوي، يعني مشكله في الليفر دي حاجه كبيره قوي. ممكن يبقى واحد بيشرب كحولات ايثانول او دراج انديوز هيباتاس، ممكن واخد دواء والدواء ده علله انزيمات، او هيباتاتس بي او سي، او اسكيميك انجري، او كرونيك ليفر ديزيز، او نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، او كرونيك فايرال هيباتاتس، او الكوليزم، او نون سبيسيفيك فايرال انجري، او كوليستاتيك، او ريبلي او ريبليسمنت ديزيز. دي كلها يعني كلها حاجات ليها علاقه بالكبد وارتفاع انزيمات الكبد. حاجه ثانيه غير الكبد، الاكيوت بالر اوبستراكشن، سكيلتال ماسل ديزيز، تيومر نيكروزس، هارت دامج، دي كلها ممكن تبقى مؤشرات. الاي ال تي الاي اس تي على الاي ال تي ريشيو بيزيد بنعرفها، ممكن تديني بعض الوظائف عن الكبد، يعني ممكن تبقى مؤشر ان هي تديني وظائف على الكبد. نيجي بقى نخش في انزيم اخر وهو الاي ال بي الكلاين فوسفاتيز. الكلاين فوسفاتيز المقاس بتاعه بيختلف من الصغار عن الكبار، يبقى لو لازم اعرف عمر الشخص ده ايه، هل هو طفل ولا هو كبير، لان ده انزيم موجود في العظام وبيبقى فيه زياده قوي في الانزيم ده عند الاطفال، لانه في مرحله نمو العظام عند الطفل، فبيبقى الاي ال بي عنده مرتفع. الريفرنس رينج بتاعه النورمال رينج في الاطفال
اعلى من النورمال رينج في الكبار خلاص. لذلك احنا حاطين بين قوسين هنا في القدر من 30 ل 125 انترناشونال يونت بير ليتر. ده يا جماعه في القدر تمام. الايه البي ده انزيم مش بس موجود في الليفر، موجود في البون والليفر والكيدني والانتستين والبلاسينتا خلاص. نلاقيه مرتفع في الستات الحوامل لانه موجود في البلاسينتا، نلاقيه مرتفع عند الاطفال لان الاطفال في مرحله نمو العظام، بس الارتفاع ده طبيعي مش مرضي في العظام، مش مرض في العظام خلاص. نلاقيه مرتفع في البون ديزيز والكوليستيزس لان ليه علاقه بالليفر، لان هو الانزيم ده اشهر اكتر شويه في المشاكل بتاعه الجول بلادر خلاص. ده يعني الاي ال بي مشكله، يعني بيحدد لي المشكله اكتر في الناس عندهم كوليستيزس او حصوات في المراره اكتر، لان هو بيبقى موجود في المراره بشكل كبير مش في الليفر نفسه خلاص. ده الاي ال بي. طب حاجه اسمها الجي جي تي اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز، الريفرنس ريج بتاعه من 0 ل 30 ترانشنات بالليتر، ده موجود في الليفر والكيدني والبنكرياس مش موجود في البول بقى. ده ممكن نستخدم الجي جي تي ده عشان يفرق لي ما بين مشكله في العظام ولا لا، لان لو الجي جي تي عالي مع الاي ال بي يبقى المشكله مش في العظام، لان الجي جي تي مش في العظام خلاص. يبقى الاي ال بي لما يعلى ممكن يبقى ما هياش مش مؤشر هل هي عظام ولا ليفر ولا كوليستيزس ولا ايه. انما الجي جي تي يعلى والاي ال بي يعلى، الاثنين دول يعلوا مع بعض، يبقى دي كوليستيزس على طول او ليفر ديزيز على طول. الجي جي تي عالي والاي ال بي عالي، الاي ال بي بيعمل بيعلى في الكوليستيز والجي جي تي في الكوليستيز، انما الجي جي تي ملوش علاقه بالعظام الا عليه بقى المشكله هنا بقى ايه مش في العظام. انما لما ايه اجي اعمل الاثنين والاقي الاي ال بي بس اللي ارتفع يبقى دي مشكله في العظام، الجي جي تي طبيعي يبقى خلاص مش فيه كوليستيز ولا حاجه خلاص. يبقى الجي جي تي استخدم عشان ياكد على الاي ال بي او الاثنين دول ياكدوا على بعض تمام يا جماعه. ده بالنسبه للانزيم اللي هو الجي جي تي. في بقى الفايف داش نيوكليوتيديز انزيم، ده من 2 ل 15 بير ليتر، وده يا جماعه بيعتبر جلايكوبروتين، بيعتبر بيتم اعتباره كانزيم يعني موجود في البضع عامه، ممكن يزيد في يعني موجود بشكل عام مش مخصص مثلا في مكان معين، ممكن يزيد في البون ديزيز والليفر ميتاستيزز او البارانشيمال ليفر ديزيز او الاوبستراكتيف جوندز. ده بالنسبه للفايف داش نيوكليوتيديز. في بقى ال دي اتش اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز، برضه مش مكانه بس في الليفر، في معظم الانسجه من ضمنهم الليفر بيرتفع في ال دي اتش، بيرتفع في الليفر دامج وبعض الامراض الاخرى خلاص يا جماعه. يبقى دي كلها التحليلات كانزيمز، كتحليلات كانزيمز. في تحليلات اخرى طبعا ان انا اشوف البيليروبين، يبقى انا اول حاجه عشان ما تتلخبطش اول حاجه في التحليلات ايه؟ البلازما بروتين، انزيمز، بيليروبين والكواجليشن تيست، دي كلها تحليلات وظائف الكبد. البيليروبين بقيس التوتال بيليروبين، دي النورمال رينج بتاعته، الدايركت او الكونجوجيتد بيليروبين والاندايركت او الان كونجوجيت. لو لقيت الان كونجوجيتد عالي يبقى دي هيموليسيس تمام. لو لقيت لقيت الكونجوجيتد بس هو اللي عالي يبقى دي مشكله فين بقى؟ مشكله في اللي هي البوست هيباتيك، مشكله في الجول بلادر خلاص. ده بالنسبه للبيليروبين بقى بقيس الثلاث حاجات توتال دايركت اندايركت. كواجوليشن تيست بقى ان انا اشوف بقى الكواجوليشن فاكتورز اللي بيصنعها الليفر بيصنعها كويس ولا لا. لو مش بيصنعها كويس يبقى في مشكله في الليفر، يبقى بقيس البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم لما بلاقيه بيعلى معايا يبقى هنا في مشكله في الكواجوليشن تمام، في مشكله في ممكن يبقى في مشكله في الليفر. الاي ان ار المفروض اقل من 1.12، لو لقيتها ان هي اعلى من كده يبقى انا عندي مشكله يا جماعه في الكواجوليشن، ويبقى انا مشكله في الليفر، يبقى الليفر عنده مشكله في تصنيع الكواجوليشن فاكتورز كده يا جماعه. يبقى احنا انتهينا من حلقتنا النهارده. سريعا كده نشوف احنا خدنا ايه في حلقه النهارده كانترودكشن. جمعنا شويه يعني معلومات مهمه جدا جدا عن الليفر قبل ما نتكلم في الليفر ديزيزز. احنا قلنا ان احنا اتكلمنا في الانترودكشن، عرفنا اوفر فيو عن الليفر، اهم حاجه في رايت ابر كوادرنت كمكان ليه واي مؤشر عن مشاكل ممكن يبقى الالام في المنطقه دي. الليفر فانكشنز عرفنا الكربوهيدرات ميتابوليزم، ليبت ميتابوليزم، البروتين ميتابوليزم، اتكلمنا على البروتين ميتابوليزم في فقره جايه، وعرفنا الديتوكسيفيكيشن والستورج فانكشن والاكسكريتوري فانكشن. بعد كده اتكلمنا عن البايل وعرفنا وظائف البايل، وعرفنا الجول ستون بتكونه والاعراض بتاعه الجول ستون ايه هي وظائف البايل. بعدين دخلنا في الجوندس، عرفنا يعني ايه جوندس، هو المرض الاصفراري او اصفرار نتيجه لزياده البيلوروبين وهو المسؤول عن الصفار ده. وقلنا ان النسبه طبيعيه البيلوروبين لما يرتفع عن 2.5 ده بيديني الهايبر بيلوروبينيميا اللي ممكن تؤدي الى الجوندس الاصفرار ده. وقلنا ان البيلوروبين جاي منين؟ جاي من تكسير الهيم، الهيم دي اللي هي من جايه من الهيموجلوبين، والهيم دي بتبدا ان هي تتحول الى البيلوروبين، والبيلوروبين بيتحول الى بيلوروبين، والبيلوروبين بيبقى ان انكونجوجيتد او ان دايركت، بيبدا ان هو يحصل له كونجوجيشن بواسطه اليو دي بي جي تي اللي هو اليوريدين دايفوسفيت جلوكورينال ترانسفيريز، تتحول الى كونجوجيتد او دايركت بيلوروبين. عرفنا بعد كده ان الكونجوجيتد بيلوروبين بيبدا ان هو يتكسر عن طريق البكتيريا اللي موجوده في الكولون، بيتحول الى يوروبيلينوجين، واليوروبيلينوجين ده بيخرج عن طريق الفيسز 90% وممكن 10% منه يدخله ثاني عن طريق الليفر، ويبدا ان هم يدخلوا
يدخلوا يخرجوا عن طريق الليفر، يطلعهم عن طريق اليورين، وده اللي بيسؤول عن الدارك بتاع اليورين، اللون الدارك بتاع اليورين لما يزيد اليورو بيلينوجين. ده بالنسبه يا جماعه الفكره عامه عن تكوين البيلروبين وخروج البيلروبين، الرسمه دي بتوضح لي اكتر. بعد كده نبدا ندخل عن الانواع الجوندس، عندنا الفيسيولوجيكال جوندس الطبيعيين يونيتال جوندس، وعرفنا ان بتنتج نتيجه تكسير عالي في كرات الدم الحمراء نتيجه اول ما الطفل ده بيتولد، وعدم كفاءه للانزيم او الانزيم مش موجود بشكل كافي في الليفر، اللي لسه ما حصلوش ميثيليشن بشكل كافي، الانزيم ده مش قادر يعمل كونجوجيشن للبيلروبين عشان يتخلص منه، فبالتالي بيزيد الان كونجوجيتد بيلروبين، يعمل له المشاكل بتاعه الصفره، لو زاد بشكل كتير جدا ممكن يعمل توكسيستي، يعمل حاجه اسمها الكرنكترس، ودي مشكله خطيره جدا. فبالتالي لازم ان احنا نتابع الطفل ده ونبدا ان احنا نعمل له المقاسات ونوديه نعالجه. بنعالجه ازاي؟ او من لو بسيطه قوي مش محتاجه حضانه، مش محتاجه فوتو ثيرابي، نبدا ان احنا ممكن الست ننصحها ان هي ترضع ابنها بشكل مستمر بشكل متواصل، لو زادت ممكن لازم فوتو ثيرابي، وممكن ياخد اي في اي جي كمساعده، ولو ما حصلش بقى علاج ليها بالفوتو ثيرابي لازم هنستخدم حاجه اسمها اكسشينج ترانسفيوجن. بعد كده الباثولوجيكال جوندس، عندنا البري هيباتيك، هيباتيك، بوست هيباتيك. بري هيباتيك يعني هيموليتيك انيميا او هيموليتيك جوندس، هيباتيك يعني مشكله في الليفر هيباتو سيلر جوندس، بوست هيباتيك يعني مشكله في الجول بلادر، كوليستاتيك جوندس او ابستراكتيف جوندس. النوع اللي بيزيد هنا ان كونجوجيتد، هنا ممكن ده او ممكن ده على حسب مشكله في الليفر كونجوجيتد، النوع هنا لازم النوع اللي بيزيد هنا كونجوجيتد، السبب ده هيموليتيك انيميا، السبب هنا ليفر سيل دامج، هنا جول ستون او كانسر في الهيد والبنكرياس، اليوروبيلينوجين ده بيبقى مش موجود، هنا موجود هنا موجود، السول كالر هنا نورمال هنا نورمال او بول على حسب كونجوجيتد او كونجوجيتد، هنا لو عشان كونجوجيتد بيبقى بول، البريرادز هنا موجود هنا في ال لان البايل اسيد هنا مشكله في الجول بلادر، فالبايل اسيد هو المسؤول عن البريوراتس مش البلوروبين. كروس بلاد ميمبرين هنا ده اللي بيعدي، ده الفري ده هو الانكونجنتال ده هو اللي بيعدي. بعد كده اتكلمنا عن الكونجنتال، تعرف بس النوعين مش او النوعين لهم مشكله في الانزيم. بعد كده دخلنا في البروتين ميتابوليزم، عرفنا البروتين بيحصل له ميتابوليزم ازاي عن طريق الامينو اسيد، دي بيبدا ان هي يحصل لها حاجه عمليه اسمها ترانس امينيشن او امينو ترانسفير بواسطه انزيمز، حاجه اسمها ترانس امينيز انزيم مع مساعده من الفيتامين بي 6 اللي هو بيحمل اللي هو الانترميديت اللي هو البيرادوكسال فوسفيت بي ال بي الفيتامين بي 6، فبالتالي الان اتش 3 هتروح هتروح وتاخد هي سي دبل بوند او، فبالتالي بيحصل عمليه ايه؟ عمليه ترانس امينيشن، عمليه ترانس امينيشن وتكوين امينو اسيد جديد اللي هو الجلوتاميت اللي بيتكون ده، فبالتالي في انزيم هيقدر يتخلص من الجلوتاميت ده اللي هو الجلوتاميت ده هيدروجينيز، خلص من الان اتش 4 تدخل عند اليوريا سايكل وتتحول ليوريا تخرج عن طريق الكدني، ودي كلها خطوات بتتعمل في الامينو اسيد عشان جسمنا يتخلص من الامينو اسيد دي ويتخلص من يعمل ديجريديشن للبروتين والامينو اسيد ويتخلص منها عن طريق اليوريا. لو في مشكله بقى تزيد بقى الامونيا في، لو في مشكله في الليفر مش قادر يعمل الخطوه دي، تزيد الامونيا في الدم، الامونيا لما تزيد في الدم تطلع في البرين يعمل ايه؟ يعمل هيباتيك انسفالو بس اللي هي الغيبوبه الكبديه اللي هنعرف نتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه من مشاكل الاكيوت ليفر فيلر. نعرف من الموضوع ده تو انزيمز مهمين جدا، اي ال تي والاي اس تي، اي ال تي اللي هو السجبت، اي اس تي اللي هو السجوت، اي اس تي ده الاي ال تي ده الاي ال تي، اي ال تي اللي هو السجبت، ال بي يبقى سبيسيفيك فور ليفر، ده موجود بشكل كبير في الليفر وهو مين اللي في الليفر يبقى سبيسيفيك فور ليفر، الاي اس تي او السجوت ده مش بس في الليفر، في الليفر والهارت وسكيرت المصل والكيدنز والبرين والريد بلاد سيلز، فبالتالي ممكن حاجات كتيره تزود الاي اس تي، لما الاثنين يزيدوا مع بعض بشكل كبير ده مؤشر من ضمن المؤشرات اللي ممكن نستعين بيها مع مؤشرات اخرى ان في مشكله في الليفر. بعد كده يا جماعه اتكلمنا عن الليفر فانكشن تيست كلها، اول حاجه البلازما بروتينز، عرفنا فسرنا البلازما بروتينز ايه هي، وبعدين اتكلمنا عن كل نوع سيرم توتال بروتين، عرفنا نقصه وزيادته وعرفنا الريفرنس بتاعه، السيرم البومين، سيرم جلوبولين والاي جي ريشيو. بعد كده دخلنا في تحليلات الانزيمز، قلنا تحليل الترانس امينيز الاي اس تي والاي ال تي، اتكلمنا على الاي ال بي الالكالين فوسفاتيد، جي جي تي الجاما جلوتامات ترانسفيريز، الفايف داش نيوكليوتيديز، ال اتش دي اللي هو لاكتيد دي هيدروجينيز، بعدين دخلنا في البلوروبين والكواجل، وبعدين اتكلمنا عنه كتوتال دايركت ان دايركت الكواجليشن ديزيز بروسروبيتان واي ان ار. كده بقى احنا انتهينا من حلقه النهارده، ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، كان معكم دكتور حسن دشان، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.